يقوموا بمسؤوليتهم ازاي اعضاء الجمعية العمومية؟ من يختار مجلس الإدارة؟ اعضاء الجمعية العمومية يبقى إذن لازم يكون عندنا صراحة حسن الاختيار، وأنا بقولها صراحة مع احترامي ليهم كلهم وكلهم أصدقاء، وممكن كان فيهم لعيبة أنا بحبها جدا وكانت بارزة جدا لا الإدارة، والإدارة الكروية لها ناس تانية خالص. وبعدين برضو بقول الاحتراف ليه؟ احتراف الإدارة ليه؟ علشان برضو الناس دي تتفرغ، اللي تيجي تبقى متفرغة للإدارة مش لمصالحها الشخصية، لأن أنا مقتنع إن مش ممكن أبدا إن أنت سيادتك هتقعد تشتغلي في اتحاد الكورة وهتجيب أكل ولادك منين وتشوف مصالحك منين. هذا الكلام مرفوض. إذا كنا عايزين إحنا في أزمة كروية حقيقية. حقيقي. وأنا يمكن يعني أنا سمعت الكلام اللي أنت بتقوله، بس أنت يمكن بتقوله بطريقة هادية عني، لأن أنا منفعل فعلا، صعبان عليا، مش عارف أنام. أنا بقالي كام يوم. وبعدين مين اللي بيختار اللعيبة دي؟ ومين اللي بيعمل كده؟ وإيه الأسس؟ اختار مدربين؟ إيه القصة دي؟ إيه اللي بيحصل ده؟ وبعدين لا، خلي بقى حضرتك، وليه اللعيبه بتلعب كده؟ يعني مثلا هضرب مثال، بما ان حضرتك اللي موجود معايا يا باشمهندس عادل، عمر فايد مثلا تقريبا لعب 75% من ماتشات المقاولين العرب الموسم ده، وبنشوفه والكل اشاد بامكانيات اللاعب وقدرته على انه يثبت اقدامه في تشكيله من اللاعبين في طريقه ثلاثه، برضه نفس الطريقه اللي بيلعب بيها المنتخب تقريبا. لكن النهارده في المنتخب زي الماتش اللي فات، ولا على مستوى التحضير بيقوم بدور جيد ولا على مستوى الدفاع، وبالتالي ليه حتى اللاعبين اللي بنراهم جيدين مع الأندية بتاعتهم ما بنشوفهمش جيدين مع المنتخب؟ أكلمك بصراحة، هي برضه لازم نرجع للمدير الفني. ده غريب، مدير فني على أعلى مستوى، وأنا بقولها بعد خبرتي في المجال ده أكثر من 25 سنة محتك بالمدربين، ويستطيع أن يعني يسير اللاعبين للي هو عايزه. وبالتالي لو المدرب مش هيقدر يطلع من اللاعب، بالإضافة إن عمر أنا هحاسبه لما يجي برضه، لأن ممكن تكون خدته سنة غرور، لأن مفيش حد بيقاوم يا كابتن هاني. صح، أنا حزين قوي قوي، وكنت ماسك نفسي الفترة اللي فاتت، إنما لو استمرنا كده مفيش لعيب. وبقولها تاني وتالت وعاشر، الجمعية العمومية حرام عليك تدمري الكرة المصرية، وهم رؤساء الأندية كلهم بلا استثناء، ولازم يبقى في كبير يلم الدنيا دي كلها. ومصر مليئة بالخبرات والذخيرة وبالناس اللي عندها المقدره على هذا الكلام، انما اجتماع بكره يعني هنعمل ايه في اجتماع بكره؟ انا مش فاهم يعني. لشجع جابر يعني، وزي ما انت قلت وتفضلت قلت، ما خلاص المنتخب مش اجتماع في ايه؟ اجتماع في ايه؟ وبعدين مش عايزين نقول المشكله دي، كل المشاكل اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت، مظبوط، سواء من قيد لعيبه من خلافه، مش عايز، ما ده قله خبره. احنا يعني بنوجد مشاكل تمام بدون داعي، وبنخلي اللغط في الوسط الرياضي بدون داعي، وبنثير حساسيات في النفوس بدون داعي. قعدنا نتكلم في القيد وهو خطا اللي هم عملوه، طب ليه؟ لصالح مين هذا الكلام؟ احنا عايزين ناس، وانا بقولها صراحه مع احترامي لكل الموجودين، استقيلوا يرحمكم الله ويغفر لنا باللي شفناه منكم. الامور بقت صعبه، وانا مش مستبشر ابدا ان اللي جاي بهذا الوضع، مفيش رؤيه، مفيش خطط محدده، مفيش كله مفيش، وسايبين الامور تسير. يعني احنا قلنا رابطه الانديه ممكن تكون تتلغي بالدوري، ماشي، الاتحاد فين شغله؟ يعني هل يا ترى اللي هو دوره الاساسي تطوير الكره المصريه واعداد المنتخبات؟ تصدق بالله يا كابتن لا علي، إله إلا الله، والله العظيم مش مجامله ليك، لو خدوك انت وكم واحد من اللي بشوفهم في البرامج يعملوا بس خطه تطوير الكره المصريه هيعملوها. لا مش انا، يعني في غيري كتير، بلاش انت، في مؤهلين اكتر. لا ليه؟ لديكم من الخبرات ولا علم؟ في ناس دارسه وفي ناس مؤهله. هو المشكله انه عارف يا باشمهندس المشكله في ايه؟ انه اذا استقالوا يرحمهم الله كما تنادي حضرتك، هيبقى عارف مجرد الكوره، بس الكوره الارضيه دي اللي هي بنقعد نلعب بيها في الافلام دي، لما بنقعد نغيرها فبتجيلنا نفس الوش بعد نص لفه،
هيجي نفس الاشكال اللي كانوا قبليهم او نفس الاسماء اللي كانوا قبليهم، فايه اللي هيضيفوه جديد؟ يعني امتى اخر مره لقيت اسم اضيف الى الكره المصريه على مستوى الاداره لانه مؤهل وما كانش معروف من ضمن اسماء عماله تلف وترجع وتمسك وتدير مره تانية يا باشمهندس عادل؟ ما هو انا عشان كده بقول لحضرتك انا بعيب على الجمعيه العموميه، لان هي المفروض انها بتتكلم في 120 واحد عندهم دايره لمعرفه اكبر، تنتقى العناصر اللي لديها الخبره، وما اعتقدش ان احنا كلنا نعرف اشخاص وندخلها في هذا المجال عندها الخبره وعندها الفكر، لكن احنا كلنا سلبيين. هناك سلبيه من الجمعيه العموميه تماما، والمصلحه الخاصه بجوري خاصه، يعني مصلحه النادي تجب مصلحه مصر. انا يعني بشكرك انك استحملت هذا الكلام. انا اللي بشكر حضرتك، انا اللي بشكرك ان حد يسمعني ويريح مصر، حرام عليكم. بشكرك جدا باشمهندس محمد عادل الاداري الكبير وصاحب السيره الكبيره جدا على مستوى الاداره، المشرف على فريق الكره في نادي المقاولون العرب.